يا استاذ لو سمحت ممكن كرسي اقعد عليه؟ رجليا وجعتني. فاكره نفسك في الاوبرج؟ تعالى انزلك الحجز. خلاص خلاص انا مبسوطه هنا. كل شوي السيد بلع. تشكر يا سيدي. بقول لك ايه؟ مين المنزه اللي هناك دي؟ وايه اللي عامل فيها كده؟ عامله حادثه عربيه وهتتعرض على النيابه. خف بقى شويه من على دماغي بقى، مش ناقص صداع. خلاص يا عم ما تعملش حكايه. ايوه يا باشا جاي لك على طول. سلام. من فضلك. ايوه انت. اموري يا عسل. هو ممكن اخد تليفونك اعمل بيه مكالمه؟ بس كده؟ بجد مش عارفه اشكرك ازاي. ده جميل عمري ما هنساهولك ابدا. المهم ما تنسيش تديله الشيك. اه طبعا مجهزه. ميرسي. دي اقل حاجه. الو انا ريمان. ايه اسم ايه؟ طيب طيب انا جاي حالا. طيب انا هستاذن عشان اختي عندها مشكله في الاسم. طب استنى لما خلي دينا تتصل لك بحد. لا انا هتصرف. يا ريت تخلي شعبان يلم نفسه في موضوع العربيات عشان العين بقت عليه. تمام. ساعات البش خش منك ليها انت وهو. ما تدخل يا ابني انت وهي. خش يا حلو ماشي هتتغندري. يلا خش خش يلا اخلص يلا. الحمد يا باشا العرض جاهز. والبسكوته دي بقى جايه في ايه؟ جايه في حادثه عربيه يا باشا. اسمك ايه يا بت؟ نريمان عبد السلام. ده انت قادره بقى واقفه وماسكه نفسك ومش خايفه يعني؟ ده ايه يا ابني انت؟ داخل جريمه ولا ايه؟ بس يا حمدي خلاص.